تنزل ثاني يوم. كله جاهز الحفلة. هنزل ممكن يا إما روزك عشان هادية شوية، لا إما كده ننزل بدل بقى في الآخر خالص، يعني في لا الآخر انزل خالص، روزك، روزك عارف، روزك عارف. بس هننزل فوق بقى مش تحت. ده بيقول لك في حفلة قدام البنزينة اللي على مجرة 6 اللي بره دي. ولا حفلة قدامها، حفلة قدامها، ولا حادثة قدامها، بقول لك حادثة مش عارف. رد والله عامل حوادث قوي كتت على الاستيراد، يعني بقى حاجة غريبة جدا. ايوه حاجة زي كده. انا عايز اقولك ان انا اللي هو اليوم بتاع ال 14 واحد مات دول، انا لو كنت نزلت، انا اصلا كنت لازم مروح، انا لو كنت ده اصلا كان طالع من العباسية، انا كنت ميت خلاص، انا كنت اصلا هنزل، انا بس لولا العب الواد يا عم معتز قال استنى. كنت خلاص دونا على العربيات كلها، كنت هتروح شركة ما هو قديم كان طالع من العباسية. لا يا حبيبي نصيب انت متعرفش العباسية عاملة ازاي. نصيب بالظبط. عايش بالظبط يعني. انت لو مكتوبالك مكتوبالك يعني. لا بس الناس يا جدعان بهدلوا، انت اصلا لو شفت حتى عاملة ازاي العربية جت في العربيتين الوش. احنا بسرعة، ما احنا لا بسرعة انت ما وموقف وحش. تعرفش اللي حصل، عارف اللي حصل ايه؟ ايه ما هو واحد عربية دوشة ضرب تويوتا ودخل تربو. اتجاه تاني، اه دخل اتجاه بالظبط. تاني. الحمد لله على السلامة يا جماعة، بسرعة بقى. نظف المكان. أقسم بالله لو مستقصدين مش هيعملوا كده. يعني كل ما أنزل لا ألاقي في شبان. واحد معانا. يعني حاسبه يا جدعان بقى، حاسبه. وقعني يا ابن الكلب. يبقى كلنا ايه ده، ايه ده، في ايه، في ايه، في ايه يا عم، ايه النزلة دي؟ يا اسطى المسدس الطال اللي معايا خلص. ما بقول لك مفيش سلاح، مفيش حاجة. وكانوا يستنونا اساسا. الله عليك يا حمادة. دارك من دارك من دارك من دارك. لا هتجيب هتجيب. لا 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 تنفع. من غيرك يا حمادة. لا إله إلا الله. احلى ميشن ده ولا ايه؟ اهو لا اله الا الله ابن الذين. ده خلصت عليه اللي ضربت عليه طلق كتير، مش هسمعك. اه دخل البيت